C35. طيب اول حاجه تعالى نقرا العنوان جمالتك جالاكتيك اكسبانشن. جالاكتيك جايه من جالاكسي اللي هي مجره، واكسبانشن اللي هو التوسع، فهي ممكن تكون معناها التوسع داخل المجره او التوسع مثلا المجره نفسها هتتوسع، هنتوسع بره المجره، يعني ليها علاقه بالمجره والتوسع، يعني ان جمالتك مثلا هتفتح في مجرات تانية، هتفتح في كواكب تانية جوه نفس المجرة، حاجة كده يعني. طيب تعالى بقى نشوف الانبوت والاوتبوت. الانبوت والاوتبوت هنا 3 وبعدين 3 سطور، كل سطر فيه رقم واحد، ممكن يكون كبير شوية بس هو رقم واحد، وبعدين الاوتبوت هو رقم واحد تقريبا، هو نفس الرقم اللي هنا. تعالى كده نشوف 1 3 1 0 7 1، 1 3 1 0 7 1 هو نفس الرقم، يبقى هو هيديني مجموعة أرقام وأنا المفروض هطلع منها واحد، أو ممكن أطلع منها مجموعة الله أعلم، بس هو ده اللي واضح، وده معناه إن المسألة سهلة، يعني لأن أنا مش بخترع، أنا بختار من اللي موجودين، كأنه امتحان اختيارات، امتحان يعني المفروض إن هو بيكون من أسهل الامتحانات يعني. طبعا أنا عارف في ناس بتبقى شايفة الاختيارات صعبة عشان الاختيارات كلها شبه بعض، لكن بالنسبه للبرمجه الموضوع مش كده، لان انا بكتب كود اف كونديشن مثلا والكمبيوتر مش بيغلط، فهو الموضوع بسيط يعني، انا بختار من ضمن حاجات بناء على كرايتيريا معينه، لو كتبتها صح المفروض الناتج يطلع صح، فده مش معقد يعني، المفروض ان هو اف هتحل لي الموضوع يعني. طيب بس اختار بقى الواحد ده بناء على ايه؟ انا مش عارف، والرقم ده يمثل ايه برضو انا ما اعرفش. فتعال نشوف الانبوت، واسف نشوف الكونسترينز الاول. احنا شفنا الانبوت والاوتبوت خلاص. طيب هو بعد دي المفروض هنا في الحل، وفوق هنا المفروض الكونسترينز هنا، فمش عارف هم مغيرين ترتيبها او ايه. طيب هو مفيش كونسترينز اصلا، وده معناه حاجه من الاثنين، يا اما الراجل نسي الكونسترينز، ودي غالبا مستحيل تحصل في جمالتك ان حد يكون نسي، المفروض ان هو الشغل بيتراجع عليه كويس، فالمفروض ان هو منسيش يعني، انما المشكله ممكن تكون ان الراجل ده ذكي جدا وعايز يوصل لنا الكونسترينز بطريقه غير من غير ما يكتبها، يعني احنا لازم نقرا ونفهم الكونسترينز بقى بطريقه معينه، هو راجل ذكي وعايز يتاكد ان انت بتفهم يعني، او ان احنا كلنا بنفهم يعني، عايز عشان نفهم المساله لازم نفهم الكونسترينز، دي حاجه اساسيه. طيب تعالى نقرا الاوتبوت، نقرا الكلام كده من تحت لفوق عشان ايه الفهم يبقى احسن. طيب الاوتبوت بيقول برنت ذا ايدنتيفاير اوف ذا موست سوتبل بلانيت. طيب من اول السطر ده معناه ان كل واحد من دول عباره عن ايدنتيفاير لبلانيت، يعني ايه؟ يعني ده اي دي، كان ده الرقم القومي بتاع الكوكب، ودول مجموعه كواكب، وانا هختار احسن واحد فيهم، معرفش بقى نفتح عليه فرع في جمالتك ولا، بس انا هختار احسن كوكب من الكواكب اللي داخله، وكل كوكب ليه رقم، والرقم ده المفروض ان هو شايل معلومات، يعني انا بايدنتيفاي الكوكب ده زي الرقم القومي عندنا، لو بصيت على الرقم القومي بتاعك مثلا، الرقم القومي طبعا في مصر عشان انا عارف ان في ناس بتسمعني من كل حته في العالم، او العرب اللي قاعدين في كل حته في العالم، الرقم القومي ده الرقم اللي موجود في البطاقة بتاعتك في مصر، الهوية. فالرقم ده بيكون جواه معلومات، يعني أنا ممكن أعرف من الرقم القومي بتاع أي واحد في مصر تاريخ ميلاده مثلا، تاريخ ميلاده بيكون من ضمن الأرقام اللي جوه في النص. فنفس الموضوع شكله هنا، إيه شكله هنا كده؟ ليه؟ لأن هو بيقول لي الأيدنتيفاير وموست سيتبل، فأنا ما عنديش أي معلومة غير الرقم ده. وبالتالي الرقم ده هيعرف لي الكوكب ده سوتابل ولا لا، ده ينفع ولا ما ينفعش. طيب و the most suitable اللي هو has the highest total score، الله اكبر، ده واضح ان في كمان سكورات تانية، يعني واضح ان الرقم ده فيه كذا سكور وانا هجمعهم عشان يطلع لي اكبر توتال سكور، يبقى هو ده احسن كوكب. يعني الرقم ده فيه معلومات كتير يعني، بس انا لسه ايه مش عارف المعلومات دي هنطلعها ازاي، لسه واضح ان المساله اقعد من اللي انا شايفه، انا شايفها سهله عشان هي ارقام بختار منها، فغالبا هي هتبقى عباره عن اي في واحد بس،
والمسألة تخلص يعني. بس هو هنا بيقول لي ان في معلومات بقى كتير في الرقم ده، يعني ممكن تبقى سهلة ممكن تبقى صعبة مش عارف يعني. السطر ده كده حسسني ان ايه الموضوع ممكن يبقى اكبر شوية من اللي انا شايفه. طيب وبيقول if no suitable planet is found brand no suitable planet found، يعني ممكن يكون مفيش اي كوكب ينفع، مفيش اي كوكب ينفع في الحالة دي. حطبع كلمة no suitable planet found. خد بالك وانا بشتغل في البروبلم سولفينج لازم اخد بالي قوي من السبيلنج وكل حاجة. يعني مثلا هنا ال N capital يبقى لازم اطبعها بره capital، ال S small لازم اطبعها small، ال found بعديها مفيش نقطة، خد بالك النقطة بعد الدبل كوتيشن بعديها مش جواها، يبقى انا مفروض اطبع ده بس من غير نقطة من غير اي حاجة زيادة، هو ده بس بالظبط بنفس السبيلنج بنفس كل حاجة بالظبط ونفس الكابيتال والسمول طبعا. طيب انا كده ما فهمتش لسه المسألة. انا فاهم ان ده كل واحد من دول بيمثل كوكب وحشوف ممكن ما لاقيش ولا واحد ينفع فحطبع الجملة دي، وممكن الاقي واحد بس ينفع فحطبعه، وممكن الاقي اكتر من واحد ينفع بس في الاخر انا حطبع واحد بس اللي هو اكتر واحد ينفع، most suitable planet، اكتر كوكب ينفع. ينفع ليه مش عارف، وهعرفه ازاي برضو لسه ما اعرفش. طيب تعال نشوف الانبوت. الانبوت بيقول ايه؟ the first line contains an integer n، يبقى الرقم اللي فوق ده integer و n، the number of planets to analyze، يبقى ده بيمثل لي عدد البلانت اللي انا هعمل لها تحليل هحللها. طيب جميل، ما انا اصلا كنت عارف كده، بس هو ايه حط لي فيها الكونسترينز، هو قال لي ان ده انتجر ما قال ليش ان وخلاص، هو قال لي ان ده انتجر، فكأن انا عندي كونسترينز بتقول لي ان الرقم الاولاني ده انتجر وغالبا هو بوزيتيف انتجر عشان ما ينفعش يبقى عدد الكواكب بالسالب، فده بوزيتيف انتجر. جميل، اللي بيعرف لي عدد الكواكب اوكي، هي اصلا واضحه بالنسبه لي، بس هي انتجر دي اللي بتحدد لي ان هم مش هيزيدوا عن مثلا عدد معين اللي بيتخزن جوه الانتجر. الفاليو ده هنعرفه بعد شويه. وبعدين the following n lines، عدد السطور اللي بعد كده each contains 32 bit integer. طيب هنا بقى انا قلت لك هعرفه بعد شويه لان انا شايفه بعيني، يعني هو هنا بيبين قد ايه الراجل ده ذكي قوي، اللي كتب المساله دي ذكي قوي، انا هدور عليه بعد ما نخلص. الراجل ده ذكي فعلا. ليه؟ هو قال لك ان الرقم 32 بت انتجر، يعني هو الانتجر العادي اللي هو 4 بايت، وما قالكش اي حاجه عن البوزيتيف والنيجاتيف، صح؟ ما قالش اي حاجه. بس هو قال حاجه مهمه قوي، هو كاتب لي هنا رقم، طبعا انا شفته وانا بعمل المساله من الاول، بس انا عارف ان احنا ما خدناهوش، او يمكن نكون خدناه وانا مش فاكر ما اعرفش. الرقم ده اللي هو 4 مليار وحاجه، تعال نتاكد بس ان هو 4 مليار، بس هو شكله باين يعني ده 4 مليار وحاجه، بس نتاكد برضو مع بعض. 1 2 3 ادي اول 3 ارقام، 1 2 3 ثاني 3 ارقام، 1 2 3 اهو ده 4 وجنبيها 9 ديجيتس، ده 4 مليار. الانتجر العادي اللي هو فيه نيجاتيف وبوزيتيف بيشيل بوزيتيف 2 مليار وحاجه ونيجاتيف 2 مليار وحاجه. لو انا خليته unsigned integer يعني بيشيل بوزيتيف بس، هيشيل بوزيتيف 4 مليار وحاجه اللي هو الرقم ده بالظبط. ولو عملنا سيرش كده في جوجل كتبنا مثلا بالانجليزي the most value، ده موجوده اهي، the most value 32 بت انتجر كان هولد، هيطلع لي هنا 4 مليار وحاجه. بس ده ايه ال 4 مليار؟ ده نفس الرقم بالظبط اهو، ده هايست لو الانتجر ده unsigned. يبقى الراجل كانه بالظبط قال لي على ال constraints لكن من غير ما يقول الكونسترينز، يعني هو ما قاليش مكان هنا اسمه كونسترينز بيقول الحاجه، لكن الرقم ده
هو بالظبط الرقم اللي بيتحط في unsigned integer. فكأنه بيقول لي في الconstraints ان الرقم الاولاني positive integer والرقم الثاني او الارقام اللي جاية كلها unsigned integers. الراجل ده انا فعلا شايف ان هو عبقري يعني. طيب لو احنا شلنا هنا unsigned شيل مثلا 32 بت integer can hold how many digits. لا انا مش عايز ده how many numbers او بص هنا الفاليو من minus 2 مليار وحاجة و positive 2 مليار وحاجة. ده الانتجر العادي اللي بيشيل positive و negative. لنعمل back لما نروح عند ال unsigned ده بيشيل الرقم ده. طبعا انا عارف الرقم بالشبه يعني عشان بس ايه حدش يحسب ان انا فعلا حافظ. مفيش حد في البرمجة بيحفظ قوي. هو بص خد بالك 4 بعدين هنا في 2 95 وهنا 2 94 والرقم اللي في النص ده انا عمري ما عرفت احفظه. بس فبالشبه كده يعني باين ان هو unsigned integer. فالراجل ده فعلا عبقري يعني. هو قال لي constraints من غير ما يقول لي constraints. فاهمين الدنيا؟ طيب ممكن 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 لو الارقام دي بتشيل نيجاتيف يبقى انا لازم اسجله long long. مش هقدر اسجله بقى ايه integer عادي unsigned integer. بس لحد دلوقتي هو واضح بالنسبة لي ان هو unsigned integer. بس انا محتاج اقرأ بقية المسألة لان هو كده ايه المعلومة مش كاملة يعني. في حاجة تخوف شوية كمان. انا لسه مش عارف المعلومات اللي جوه هنا هلاقيها ازاي برضو. دي حاجة مش قادر افهمها من المعلومات اللي عندي يعني. طيب نطلع فوق شوية. هنا في حاجة اسمها criteria. الكريتيريا ده قبل ان تس كونسيدر سوتبل اف ساتسفايز ذا فولوينج كونديشنز. طيب انا اقدر اعرف اذا كان البلانيت ده او الرقم ده سوتبل او لا ينفع او لا عن طريق حاجه من دول. ايه هما بقى الحاجتين دول؟ اول واحده ان انا اعمل بيت وايز اوبريتور اور على الكلايمت سكور والتكنولوجي ادابتابيليتي. ده معناه ان الرقم ده جواه شايل حاجه اسمها كلايمت سكور وجواه شايل تكنولوجي ادابتابيليتي. شايلهم فين او ازاي؟ واضح ان احنا محتاجين نقرا اكتر. مساله بتعقد اكتر ما انا تخيلتها اول ما بصيت. هو ستيل بص هي ستيل مش معقده قوي بس هو واضح ان ايه فيها تفاصيل كتير يعني. بس هي معنى ان انا هختار ان هي المفروض ايف خلاص هختار. بس هكتب ايه جوه الايف بقى هو ده اللي انا عايز افهمه. فهو واضح ان ايه في تعقيد اكتر شويه او تفاصيل يعني مش تعقيد تفاصيل كتير. طيب دلوقتي انا محتاج اعرف ازاي اجيب الكلايمت سكور وازاي اجيب التكنولوجي ادابتابيليتي واعمل ما بينهم بيت وايز اور والرقم اللي يطلع يكون اكتر من 200 يعني. حتى ما قاليش يساوي 200 او اكتر. لا ده هو اللي جريتر ذان 200 يعني لازم يكون اكتر من 200. طيب الكلايمت اللي هو الـ 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 الطقس يعني حالة الطقس ده مثلا تنفع ولا لا. وتكنولوجي ادابتابيليتي يعني انا ممكن استخدم التكنولوجي في المكان ده ولا لا او المكان ده مناسب للتكنولوجي ولا لا. ده سكور او معلومتين المفروض ان هم موجودين في الرقم ده. طبعا المسائل في جمالتك او الناس اللي بتحط مسائل في جمالتك المفروض ان المسائل دي فيها معلومات حقيقية. فالمعلومات دي يعني مش عارف اذا كان هو بيحاول فعلا يقول المعلومات دي ولا لا. بس مثلا الكلايمت اللي هو الجو. انا عارف ان في ناس مشتركين معانا على الموقع مثلا في روسيا. انا عشت في روسيا. في روسيا الدنيا ساقعه جدا. لو انت طلعت بره السكن بتاعك في الشارع كده في الساقعه ومسكت الموبايل بتاعك وقعدت تشتغل عليه او تلعب عليه وتدخل على النت او كده هتلاقي البطاريه بتخلص بسرعه قوي. في الجو البارد البطاريه الرينج بتاعها بيخلص بسرعه. واحنا بنحسب التكنولوجي الجو عليه عامل كبير. عشان كده بقول لك هو بيحطوا هنا معلومات حقيقيه. بس طبعا البيت وايز اور اكيد احنا مش بنعمل كده بقى. مش بنعمل بيت وايز اور مع الحاجه. وتكنولوجي ادابتابيليتي برضو بتفرق شويه يعني. انا مثلا لو انا في مكان المكان ده ما فيهوش انترنت مثلا فانا غالبا مش عارف اشتغل او تكلفه الشغل هتبقى عاليه. انا هستخدم مثلا انترنت ساتلايت هو بطيء وغالي. فيعني فانا محتاج اعرف الادابتابيليتي للتكنولوجي.
مثلا دبي النت فيها غالي قوي بس سريع جدا، فكل بلد لها ميزة ولها عيب، فانا عايز اعرف التكنولوجي ادابتابيليتي هنا ايه. طيب دول معلومتين. طب اللي بعد كده في معلومتين تانيين برضو واضح بنفس الطريقة كده، يعني لما تشوف كده شكل السطر بيخليك تعرف ان السطر اللي بعديه برضو نفس الحاجه. فبيقول لك تعمل بيت وايز اور على ريسورس افيلابيليتي وديستانس فاكتور. هم مش واضحين قوي يعني، بس ريسورس اللي هي المصادر اللي بتستخدمها، زي مثلا هل في قطع غيار مثلا موجوده، هل في اي ريسورس انا محتاج استخدمه، الافيلابيليتي بتاعته او اتاحه المصادر او المواد الخام او الحاجات اللي انا بستخدمها في الشغل موجوده قد ايه، والديستنس مش عارف هي بعيده عني ولا الكوكب ذات نفسه بعيد عن الـ عن الـ عن الارض. اعتقد ان هو يقصد الديستنس يعني مثلا الريسورسز دي بعيد عني قد ايه، لان انا عشان مثلا اجيب قطع غيار او اجيب حاجه هبعد مكان بعيد ولا، يعني انا بحاول افهم المساله، خد بالك عشان بس حد يقعد يقول لي انت ليه بتفكر في كده، دي حاجه انا بحاول افهم المساله اكتر عشان وانا بحلها اقدر اجيب حل احسن وانا اكون فاهم كويس وما ابقاش حاسس ان الموضوع معقد يعني. طيب وبرده الرقمين دول هعمل ما بينهم بيت وايز اور، والناتج لازم يكون المره دي اصغر من 100. يبقى ده معناه ان الرقم ده فيه اربع معلومات، معلومات خاصة بالطقس والتكنولوجيا سهل ان انا استخدمها هناك ولا لا، والريسورسز اللي انا محتاجها او الحاجات اللي انا محتاجها موجودة حواليا ولا لا، وموجودة بعيدة قد ايه، كل ده موجود في الرقم ده. طبعا ما اعرفش موجود ازاي لسه، which means ان انا محتاج اقرأ تاني، محتاج اقرأ اكتر من كده. هطلع فوق شويه اشوف العنوان اللي بعد كده، في عنوان اسمه داتا، اعتقد الداتا ده هو اللي بيحدد لي المعلومات موجوده ازاي. نقرا بسرعه كده، بيقول لك ان كل كوكب عنده يونيك 32 بت. طبعا يونيك دي معناها ان مفيش رقمين هيتكرروا، يونيك يعني فريد من نوعه مفيش زيه، فكل كوكب ليه رقم مختلف عن التاني، مش هتلاقي رقمين شبه بعض. 32 بت انتجر ايدنتيفاير، ده بيحدد الحاجات بتاعه الكوكب. طيب ايه بقى اللي موجود؟ بيقول لي ان البيتس هما 32 دول هيشيل منهم من 0 ل 7، اول 0 ل 7 بيتس دول هيعبروا عن الكلايمت اللي هو الجو، حالة الطقس يعني. ودول من 0 ل 7، طبعا من 0 ل 7 يعني رقم 255 ماكسيمم، لو اول 8 بيتس كلهم وحيد هيبقى الرقم 255. هنرجع شويه على الحاجات دي لو في حد مش فاكر يعني، بس هو بيقول لي ان الرقم ده من 0 ل 255، واخد بالك مفيش نيجاتيف. طيب وهنا من 8 ل 15 برضو الثمانية التانيين من 0 لحد 255 اللي هي التكنولوجي ادابتابيليتي، ده هو عاملهم بالترتيب يعني، اول اتنين دول اللي احنا هنعمل لهم اكس اور مع بعض، ده اول 8 بتس وده تاني 8 بتس، وبعدين ده تالت 8 بتس وده رابع 8 بتس، 4 في 8 ب 32، هما كده مظبوط، وكلهم من صفر ل 255 يعني مفيش نيجاتيف. الراجل ده ذكي قوي اللي كتب المساله، هو يعني هو قال لي الكونسترينز كلها واضحه اهي قدامي، بس ما كانش كاتبهم لوحدهم كونسترينز يعني. معلش انا اخر اليوم بيبقى صوتي منبوح خالص، اجتماعات وكلام في التليفون وحاجات صعبه جدا جدا جدا، ده خلاني تقريبا اقرا المساله كلها ما عدا الباك جراوند، انا كان مش محتاج اقرا حتى اللي فوق يعني. بس انا ما انكرش الراجل ده ذكي يعني، انا استمتعت بالتحليل يعني ان انا الاقي الحاجات دي. طيب هو الصعوبه ممكن تبقى شويه ان انا اقسم الحاجات دي لبيتس، يعني انا عايز الرقم الانتجر ده اقسمه تمانيات، 8 بيتس 8 بيتس 8 بيتس،
وكل رقم هيكون من 0 ل255، وبعدين اعمل اور لده مع ده وده مع ده، هتبقى ايه في واحده زي ما انا تنبأت في الاول ان هي ايه في واحده، هتبقى ايه في واحده ده اكس اور، لا مش اكس اور، ده اور ده اند ده اور ده، ده اور ده اكبر من 200 اند ده اور ده اكبر اصغر من 100، اللي هما الشرطين دول، هو ده الايف. بس لا، في ايف تانية هنحطها جواها، لو بيقول لك كمان الهايست سكور يعني لازم يكون اعلى سكور، هتبقى ايف جواها ايف وخلاص كده المساله خلصت يعني. وهنحطهم جوه فور عشان العدد بتاع ده 3 4 5 حسب العدد ده هيلف فور يعمل نفس الايف دي عدد المرات دول. طب دلوقتي المشكله الوحيده اللي هتكون هنا في السؤال ده هو ان انا اقسم الرقم الانتجر ده ل 8 بيتس 8 بيتس 8 بيتس، دي هتبقى تحدي شويه. تعالى هنا نحاول نفهمها الاول على ورق عشان نعرف نكتب الكود، لان انا حاسسها شويه ممكن تبقى معقده. تعالى نشوف كده، هو 32 بيتس يعني، مثلا اهو نحط كده اي وحيد وصفار واي حاجه كانهم 32 واحده. انا محتاج ان اول 8 مع بعض، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، اسجلهم في انتجر، وبعدين ال 8 اللي بعديهم 1 2 3 4 5 6 7 8 اسجلهم في انتجر تاني، بعد 8 اللي بعديهم 1 2 3 4 5 6 7 8 اسجلهم في انتجر تالت، وبعدين الثمانية اللي بعديهم 1 2 3 4 5 6 7 8 اسجلهم في انتجر تاني. طيب ازاي اخد اول 8 واسجلهم في انتجر؟ طيب قبل ما اخد اول 8 واسجلهم في انتجر، تعال نشوف حاجة بسيطة قوي كده. هو اول واحد ده مش قادر اكمل خالص، ثانية واحدة بس اشرب مية. اول واحد ده يمثل كام؟ يمثل واحد، وتاني ديجت معناه رقم اتنين صح كده، وتالت ديجت مفروض ان هو اربعة، وبعدين رابع ديجت تمانية، وبعدين ستاشر، وبعدين 32، وبعدين 64، وبعدين 128، وبعدين 256. هقول لكم انا ليه بعمل كده دلوقتي عشان نفهم حاجه، يعني المفروض ان دي هتسهل لنا لو انا فاهمها، المفروض اقدر اكتب الكود اسرع. دلوقتي الواحد ده الفرق بينه وبين الاثنين كام؟ الفرق بين الواحد والاثنين هو رقم واحد بس، يعني الواحد بلس واحد هيبقى اثنين. جميل. طب الفرق بين الاربعة وكل اللي قبليه كام؟ يعني ده اثنين زائد واحد بثلاثة صح؟ لو زودنا على الثلاثة واحد يبقى اربعة، يبقى كل رقم عبارة عن كل مجموع كل اللي قبليه زائد واحد، يعني ده تمانية، يبقى مجموع كل اللي قبليه كام؟ سبعة. تعال نتأكد، هو أربعة واثنين ستة وواحد سبعة، زود عليهم واحد بقى تمانية. ده ستاشر، يبقى مجموع كل اللي قبليه كام؟ مجموع كل اللي قبليه خمستاشر. تمام؟ مفهوم كده؟ أعتقد إن هي سهلة يعني مفهوم. ده 32، يبقى مجموع كل اللي قبليه كام؟ مجموع كل اللي قبليه 31. تعال نتأكد كده، ناخد أي رقم ونتأكد، مثلا 64، 64 ده معناه إن مجموع كل اللي قبليه 63. طب تعال نتأكد، 32 زائد 16، أنا جبت رقم كبير، هنقعد نجمع. طيب 32 زائد 16، الاتنين دي هتبقى 4، والاتنين هتبقى 8. أنا بعمل إيه؟ صح، 32 و16 84، معلش يا جماعة آخر اليوم، آخر اليوم الدنيا صعبة.
انا كده جمعت 32 و16. طيب عايزين نجمع عليهم 8. 8 هنجمعها على ده هيبقى 56. طيب هنجمع عليهم الاربعة. الاربعة هيبقوا 60. هنجمع عليهم الاثنين والواحد يبقوا 3. 63. يبقى مجموع كل الفات ده عمل 63. زود عليها واحد بقت 64. طيب انا ليه بقول كده؟ ليه معنى كل ده ايه؟ انا وصلت هنا ل 256. يبقى كل اللي فات ده مجموعهم مع بعض كام؟ 255، اللي هو الرقم اللي جابه لي هنا 255. عشان بس تعرف انت لو شاطر قوي في البرمجه هتيجي تبص على الاسئله دي. طبعا انا ما قلتلكش، انا اول ما بصيت للمساله فهمتها اسرع ما انا شرحتها، بس انا فهمتها عشان في دلوقتي ارقام، شويه ارقام كده انا ببص عليها بفهم بسرعه. مثلا 255 انا اوتوماتيك عارف من غير ما اعد 0 ل 7 ان ده 8 ديجيت. عرفت ازاي؟ عد كده معايا، ادي واحد ديجيت، 2 3 4 5 6 7 8. ال 8 ديجيت دول لو هم بالزيروز وانز ده كده واحد مثلا، وهنا واحد وهنا واحد وهنا واحد، كده كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1 1. لو كل دول وحيد كده يبقى ده بالظبط الرقم ده يمثل 255. لو كل ده صفار يبقى ده رقم صفر. نرجعهم تاني 0 وواحد كده. يبقى لو ده كلهم 8 وحيد جنب بعض يبقى ده معناه 255. لو في وحيد وصفار يبقى ده رقم اصغر من 255، بس عمره ما هيبقى اكبر من كده. طيب انا بقى عايز اخزن اول 8 ديجيت دول في فاريبل واحد. هعمل ايه؟ هعمل اند مع رقم كله صفار. ده كده رقم كله صفار، وبعدين عد 8، 1 2 3 4 5 6 7 8، وخلي ال 8 دول وحيد، 1 2 3 4 5 6 7 8. الرقم ده كله خد بالك كلهم ورا صفار وكلهم قدام وحيد، فالرقم ده بالظبط ايكوال ل 255. هعمل له اند مع الرقم ده كله، يبقى اند مع الرقم ده كله. ايه اللي هيحصل؟ الاند بتعمل ايه؟ اي حاجه مع الصفر بتبقى صفر، يبقى كاني بالظبط مسحت كل ده، واتبقى معايا مين؟ اتبقى معايا اخر حبه دول بس، عشان دول تحتيهم وحيد، فهينزلوا زي ما هم، الاصفار ينزلوا زي ما هم والوحيد ينزلوا زي ما هم. فالناتج بتاع الرقم ده ايه؟ هيبقى كله صفار ويجيب الحبه دول بس يحطهم هنا. يبقى انا لو عملت اند مع 255 انا خدت اول 8 ديجيتس وسجلتهم في فاريبل لوحده، يبقى انا كده عرفت اول حاجه اللي هي اسمها كلايمت سكور. طب انا عايز اعرف تاني 8 اعرفهم ازاي؟ بصوا بقى الحركه دي عشان دي حاجه هتبقى حلوه جدا. هاخد نفس الرقم ده واعمل له شيفت 8 مرات. شيفت 8 مرات بيعمل ايه؟ بيحط ورا هنا 8 اصفار، 1 2 3 4 5 6 7 8، وبيشيل من قدام 8 حاجات، 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى عمل ايه؟ تاني 8 من هنا جابهم عندي قدام هنا. لما اعمل للرقم ده اند مع 255 هعمل ايه؟ هبقى خدت تاني 8. فهمنا كده الحته دي؟ طيب وبعدين عايز اجيب تالت 8، هقوم عامل شيفت تاني، شيفت 8 تاني، او كاني خدت اول رقم خالص وعملت له شيفت 16. يبقى شال 16 رقم، او شال 8 وبعديها 8، او في حالتنا هنا انا اصلا خلاص شلت اول 8 يبقى هعمل 8 تاني، فهيقوم شايل دول 1 2 3 4 5 6 7 8، شالهم كده وجا في الاخر حط 8 اصفار، 1 2 3 4 5 6 7 8. يبقى كده خدت ال 8 اللي بعديهم. طب انا عايز اشيل ال 8 دول واخد اخر 8 بقى خالص، 1 2 3 4 5 6 7 8. هعمل تاني شيفت 8، هيقوم حاطط لي 8 اصفار في الاول، 1 2 3 4 5 6 7 8.
واعمل اند مع 255 يطلع لي اخر 8. فهمنا كده؟ اتمنى انكم فهمنا عشان بصراحه انا تعبان قوي مش هقدر ان انا اشرح بطريقه احسن من كده وانا اسف طبعا. لكن عيب البروبلم سولفنج يعني ان هو بيكون صعب شويه في الفهم ومحتاج ان انت يا اما تكون ذكي قوي ومركز قوي او ان انت تكون موجود معايا وانا بشرح عشان لو في حاجه مش فاهمها تسال فانا اشرحها لك. ودي طبعا من رابع المستحيلات ان حد يبقى معايا واشرح له دلوقتي. خلاص الواحد كبر بقى على الموضوع ده. طيب عايزين نكتب بقى الكود. تعال نكتب الكود. اول حاجة هعمل سكان اف لعددهم اللي هو الان برسنتج دي كوما اند ان. طيب هو ما حدد ليش صراحة الان في الكونسترينز من كام لكام، بس هي اكيد بوزيتيف وهتتشال في انتجر فممكن تكون 4 مليار برضو. يعني انا ايه يعني انا مقلق. فخلينا نخلي كل الحاجات unsigned integer n، وال unsigned طبعا مش بعمل له percentage d، بعمل له percentage u. ممكن برضو لو انت ناسي تكتب هنا print f او scan f identifier unsigned integer موجوده هنا اهي، فهيقول لك اللي هي percentage u لان احنا كلنا بننسى الحاجات دي. طيب وبعدين محتاجين ايه كمان؟ هعمل for i equal 0 i اصغر من n i plus plus. هنا محتاج اعمل i. وبعدين هعمل بقى scan f للبلانت، كل مرة في بلانت مختلف percentage u comma and planet. يبقى محتاج هنا اسجل planet. وبعدين انا عندي عندي ايه؟ نشوف المسألة عشان بدأت انسى. عندي climate score، تعال نقول مثلا هنا في حاجة اسمها climate، وعشان السطر يكفي تعال نعمل تاني end. انا ممكن نخليها تحت اصلا ومش لازم تكون unsigned لان هو قال لي ان هي من 0 ل 255، فهي مش يعني ممكن تبقى انت عادي climate وتكنولوجي وريسورس، تكنولوجي وريسورس. ريسورس بتتكتب ازاي؟ اس او يو سورس. اخر واحده كان ايه؟ ديستنس. طيب يبقى هاجي هنا اقول ان الكلايمت هتساوي البلانت قلناها بقى اند 255 اللي هي كلها وحيد والباقي كله صفار، فهياخد اول 8 ديجيت. طيب بعد كده التك تاني واحده هتساوي نفس البلانت بس هعمل لها رايت شيفت 8. خد بالك ان انا ما سجلتهاش، يعني ما تقوليش البلانت اتغير، البلانت ما اتغيرش، البلانت زي ما هو. انا عملت رايت شيفت بس ما سجلتهاش في حته، البلانت ما اتغيرش، قيمته ما اتغيرتش. وهعمل له اند 255 عشان برضو يبقى اند مع 3 وحيد، فهيسجل اسف 8 وحيد، هيسجل ال 8 وحيد اللي بعد كده مع عند التك. طيب بعد كده الريسورسز او ريسورس ايكوال بلانت
شيفت 16 يعني 8 بقى عشان ياخد الثالثه مع 255 بتتسجل الثالثه هنا. اخر واحده اللي هي اسمها ايه ديستانس هتساوي البلانت شيفتد 32. لا 32 كده خدنا كل الثمانيات صح. 16 وعليهم 8 كام؟ 16 8 و16 عليهم 8 كمان كام؟ 24 صح؟ and 255. طيب يبقى كده الاولاني ادي اول 8 ديجيتس خدناهم هنا. تاني 8 ديجيتس، تالت 8 ديجيتس، رابع 8 ديجيتس. طيب محتاجين بقى نعمل الايف بتاعتنا. اف ان بين قوسين كده اند اند بين قوسين كده. القوسين الاولانيين بيقولوا ايه؟ بيقولوا كلايمت اور تك اكبر من 200 and resources او resource or distance اصغر من 100 صح كده؟ هفتح قوس واقفله. في الحاله دي المفروض ان انا اقول ان ده الانسر. خد بالك ان دي 4 هتلف كل مره. فتعالى نعمل هنا فاريبل اسمه انسر. لا هنحطه فوق بقى هنا unsigned in answer. نقول مثلا equal 0 طيب عشان تبقى عارف انا بفكر في ايه دلوقتي. الانسر دي الانسر بتسجل بناء على انا لقيت قبل كده ولا لا. يعني مثلا لو انا ما عنديش خالص فالمفروض حطبع نو سيتابل بلانت. ولو انا عندي واحد متسجل ولقيت واحد تاني برضو ينفع المفروض ان هو يكون عنده هايست توتال سكور. دي ممكن تعقد المساله سنه صغيره. تعال نفكر فيها كده نعملها ازاي. انا ممكن اعمل فاريبل اسمه فاوند. اجي هنا اقول فاوند ايكوال 0 ايكوال 0 انا ما لقيتش فاوند ايكوال 0 انا ما لقيتش. ولو لقيت هخليها ايكوال 1 واعمل حاجه اسمها توتال سكور توتال وخلاص عشان لما الاقي واحد تاني اقارن هل التوتال ده اكبر من ده ولا لا. طيب جوه الايف بقى هنا هشوف الاول هتشيك اف فاوند ايكوال ايكوال 0 يعني انا ما لقيتش. لو انا ما لقيتش يبقى هسجل على طول هقول ان فاوند ايكوال 1 انا لقيت اهو. وهقول ان answer بتساوي البلانت وان التوتال بيساوي الرقم ده ده السكور الاولاني بلس السكور التاني. مسألة شكلها بتعقد سنة صغيرة عن اللي أنا كنت متخيله. يبقى إيه إن أنا ما لقيتش يبقى أنا هقول إن لأ أنا لقيت دلوقتي وهسجل الأنسر والتوتال اتسجل وخلاص تمام. طيب إلس بقى إلس إن أنا أصلا كنت لاقي يبقى أنا هنا محتاج أعمل إيف تانية هقول إلس إيف لو الرقم ده
اكبر من توتل، اكبر من توتل في الحاله دي بس محتاج اسجل، فحول الانسر بتساوي البلانت يبقى انا كل بلانت خلاص قسمته لثمان ارقام وعملت تشيك على الثمان ارقام ان ده اكبر من 200 واصغر من 100 زي الفل. بعد ما اكتشفت ان هو اكبر من 200 واصغر من 100 هدخل اشوف بقى لو انا اصلا ما عنديش بلانت سجله على طول. طب لو انا عندي هتاكد الاول لو الكلايمت ده والريسورس ده معمل لهم اكس اور مع بعض، مش اكس اور اسف اللي هي الاور البيت وايز اور والبيت وايز اور مع بعض التوتال اكبر من التوتال اللي اصلا عندي يبقى هسجله، لو مش اكبر خلاص مفيش بقى else مش هسجله مش هعمل حاجه. وبره الايف دي، لا مش بره الايف، بره الفور بقى، لان هي الفور اللي هتلف على كله وكل مره تتشيك على الايف في الاخر خلاص انا بطبع رقم واحد بس هطبعه بره الفور خالص بره خالص. if ان found equal equal 0 يبقى انا ما لقيتش، فهم قايل هنا print f الجمله اللي قال لي عليها، تعال ناخدها كوبي عشان ايه تبقى مظبوطه، حطها هنا زي ما هي، مش بيحط مسافات نحط احنا المسافات. وطبعا الانسر لازم يكون فيه بعديها باكسلاش ان. طيب إلس، لا ده في فاوند وانا لقيت وكل حاجه تمام، هو عامل برنت اف برسنتج يو عشان ده انسايند انتجر وكوما واكتب انسر. طيب تعالى نجرب الاول بس عشان اتاكد لو اشتغل صح، حب اجيبها لكم اكبره تاني عشان تاخدوا سكرين شوت بس نتاكد بس ان هو شغال صح الاول. نعمل رن وناخد كوبي من الانبوت ده. يا رب كده مظبوط صح؟ انتر اشتغل صح وطلع الناتج، هو بيطبع تاني الانسر بيطبع تاني اسف الانبوت وبعدين طبع الاوتبوت لوحده هنا اللي هو 1 3 1 7 1 او 1 3 1 1 0 7 1 نفس الحاجه بالظبط. طيب تعالى نكبر ده عشان الناس اللي عايز تاخد سكرين شوت. ده اول حته في البرنامج كده لو عايز تاخد سكرين شوت. وبعدين ده بقيه البرنامج كده. تعال نشوف الحل بتاعه بقى كان عاملها ازاي. الحل بتاعه شكله احلى من الحل بتاعي. طيب عايز اظبطها مش عارف اظبطها. تعال كده نشوفها واحده واحده. انت مين انت ان، طيب الان هو عملها انت ما عملهاش unsigned زي ما انا عملتها بس مش تفرق. والunsigned بقى عمل بلانت وبست بلانت اللي هو اللي احنا كنا عندنا مسمينه انسر على ما اعتقد، وعمل الماكس سكور بماينس 1 وعامله انت عادي برضو احنا اعتقد عاملينه كده صح. الماكس سكور اللي هو التوتال بتاعنا احنا عاملينه انتجر برضو عادي. طيب i equal 0 i اصغر من n i plus plus تمام، هسكان البلانت تمام ما احنا عاملين كده برضو. وبعدين خد كل واحد بقى عمل اهو الكلايمت سكور والتك اندكس والحاجات دي كلها، عمل كل واحد اند مع 0 اكس اف اف. طبعا ده 255 بس بالهكسا ديسمال
يعني اللي هو 255 زي بتاعنا عادي مش هتفرق يعني. فاول جزء ده احنا عاملينه زيه بالظبط ما فيهوش فيه مشكله. وبعدين عمل ايف زينا هو اكبر من 200 واند اصغر من 100 تمام هو نفس اللي احنا عاملينه. بس عمل توتال بقى وعمل فاريبل اسمه توتال سجل فيه الكلايمت سكور والتك سكور والريسورسز وقارنه بماكس سكور اللي هو فوق هنا. لو ده اكبر من ده هو عمل حركه حلوه احلى من عندي. عمل حركه احلى من عندي. بص هو الماكس سكور سجله بنيجاتيف 1 عمل حركه حلوه برضه. تعالى كده نشوف الكود بتاعنا عشان اقول لك هو عمل ايه. بص انا عامل هنا ايف وعامل هنا ايف هو دمجهم في ايف واحده دمجهم في ايف واحده بالظبط. هو عمل التوتال خلاه على طول بنيجاتيف 1. نيجاتيف 1 معناها ايه؟ معناها ان استحاله يكون اصلا ده حصل. هو بقى ما عملش فاوند خالص كانه ما فيش فاوند خالص. نيجاتيف 1 لان الارقام كلها من 0 ل 255 فنيجاتيف 1 ده استحاله يكون حصل يعني مش هيحصل. وبعدين ايه؟ ما قالش بقى ايه فاوند مش عارف ايه حط على طول الايف دي فمسح ده وحط على طول اف كلايمت تك مش عارف اكبر من التوتال اللي هو بنيجاتيف 1 اكيد هيبقى اكبر يعني اول مره اكيد هيبقى اكبر فهيشتغل على طول كده وفر اف من الافات. وطالما وفرها انا ممكن اشيل الاقواس دي لان اف دي جواها دلوقتي هي اصلا من الاول كان ممكن اشيلها يعني مش هتفرق. اف دي جواها امر واحد اللي هو اف ده فمش محتاجه قوس. ولما كان جواها ايف والس برضو كان يعتبر امر واحد فما كنتش محتاج القوس يعني. بس انا كتبت القوس عشان ما كنتش عارف لسه هكتب ايه. انا بفكر وانا بكتب يعني. فهو كده وفر الحبه دول دي حاجه حلوه. وهنا بقى مش هحتاج اكتب فاوند صح؟ اعتقد برضو مش هحتاج. هيشتغل على او اشتغل على البيست بلانت على طول. بيست بلانت بزيرو. احنا ممكن هنا نشتغل على التوتال. يعني لو قلنا مثلا if التوتال equal equal negative 1 طب ما negative 1 معناها ان مفيش حاجه حصلت صح؟ ففي الحاله دي هطبع unsettable planet بلانت. هو عمل الانسر كمان اللي هي best planet عملها بزيرو وعمل هنا تشيك على الزيرو فكده وفرنا الفاريبل بتاع الفاوند. الراجل اللي كتب المساله دي ذكي جدا صراحه عجبني اتبسطت منه. تعالى كده ناخد كوبي من ده ونجربه تاني. ران. طلع الناتج صح. طيب لو حد عايز ياخد سكرين شوت تاني بقى نكبرها كده. ده كده اول جزء. وبعدين ننزل تحت كده. ده تاني جزء. عجبني بصراحة الراجل شاطر. يبقى هو على طول عمل تشيك مع التوتال عشان هو عمل التوتال بنيجاتيف فأي رقم هيبقى أكبر منه. وتحت خالص عمل تشيك على البيست بلانت هو كان عامله بزيرو بقى احنا ما عملنا على الماكس سكور اللي هو بنيجاتيف 1 هي يعني ما فرقتش. بس انا بالنسبه لي اعمل تشيك على نيجاتيف 1 احسن ما اعمل على زيرو لسبب بسيط قوي لان هو الانبوت ممكن يكون زيرو بس هو استحاله يكون نيجاتيف 1 لان هو قال لي هو ممكن الارقام دي ما بين زيرو ل 255. طب افرض ده زيرو وده زيرو وده زيرو وده زيرو هيبقى البيست بلانت بزيرو صح؟ بس طبعا هو اللي عامل المساله فهو اكيد عارف ان مش هيكون في زيرو بس على المعطيات اللي موجوده عندنا هنا اهو الحبه دول بيقولوا لي ان ممكن يكون في بلانت بزيرو. عشان كده الاحسن ان انا اشتغل على نيجاتيف 1 انا عجباني الجزء ده لان النيجاتيف 1 ده استحاله يحصل. فعشان كده الاحسن هنا ان انا اعمل ايف على ماكس سكور.
طيب عموما كده المسألة خلصت يعني. أنا بصراحة يعني منبهر بالراجل اللي كتب المسألة، مبسوط بيه وشايف إن هي حاجة يعني مسألة حلوة يعني.